بسم الله الرحمن الرحيم. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير، والله غفور رحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من عبادك المقسطين الذين تحبهم يا رب العالمين. هيا أعزائي المشاهدين نحضر الورقة والقلم ونركز مع فضيلة الشيخ خالد في التلاوة عمليا وبعض الأحكام التجويدية. فضيلة الشيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أولا لا تنسى أنه يجوز لك إن شرعت في القراءة أربع أوجه للاستعاذة: قطع الجميع ثم وصل الثاني ووصل أول ووصل الثاني. من باب التذكرة. اثنين، سيدنا رحمه الله تبارك وتعالى لما سمعنا قرأ بيّن لنا الآيات وقفا حسنا وكافيا لمن يستطيع، بل جاء بالحسن والأحسن والتام والكافي والتام. طيب قبل ما نعرف الكلام ده عشان يبان كويس لازم نعرف الأول بعض الأشياء حول الآية السابعة من قوله عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، زي ما سيدنا وقف كده وبعدين بدأ قال والله قدير ووقف وبعدين قال والله غفور رحيم. الكلام في أول السورة لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، بعد كده بين الأسباب، بعد كده ضرب مثال بقدوة ألا وهو خليل الرحمن. الكلام ده مطلق في بدأ استثناءات. واحد، أول حاجة معايا هو عسى، إن أخذتها في جانب المسلمين الذين كانت لهم أقارب يرجون منهم المودة والرحمة يبقى ده رجاء، وإن فهمتها أنها من قبل الحق تبارك وتعالى فهذا وعد بالمودة وتلطيف الأمر. فعسى الله أن يجعل بينكم وبين هؤلاء الذين نهيتكم أن توالوهم مودة. طب مين بقى اللي يقدر على ده؟ الله قدير أن يحولهم من إلى، من شرك إلى إيمان. ده مش كده وبس، كمان ده والله غفور رحيم، عشان ما حدش يظن بسيدنا حاطب بسبب نزول آيات أي شيء. أهو كمان الحق يقول له ولأمثاله ولمن على شاكلته بل ولمن جاء إليه منيبا أنه غفور رحيم. وعلى فكرة الأمر تحقق بقدرة الله عز وجل في وقت النبي صلى الله عليه وسلم. مش أسلم أبو سفيان وأسلم حكيم بن حزام وأسلم سهيل بن عمرو، كل دول بسبب إيه؟ المودة. تعال شوف كمان الآية اللي بعديها عشان تبقى أنت فاهم وأنت بتقرأ. لما سيدنا قرأ وقال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم، أن تبروهم وتقسطوا إليهم. وقف هنا سيدنا، ده وقف اختياري، نفسه جاب. أنا لما نفسي انقطع عملت إيه؟ غصب عنه وقفت عند أن تبروهم، مع إنها برضو مش واقف على فكرة، لسه الكلام ما خلصش. إيه الكلام ده؟ ذكر بعض أهل التفسير المقارن كابن عطية في تحريره أن من سبب النزول قيل يعني قتيلة بنت عبد العزة، دي أم مشركة،
لها بنت أسلمت اسمها أسماء، ذهبت إليها تزورها، فلما قدمت والأم على شركها والبنت على إسلامها استأذنت رسول الله: أفأصل أمي يا رسول الله؟ قالها النبي: صليها. افهم بقى كده عشان ما تقولش الكلام جاي منقطع، اوعى تاخد الكلام في اول السورة وتسيب بقية الايات، ده احنا لسه في كلام ولسه في كلام تاني جاي قدام. يبقى هو: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم، ان تحسن اليهم وان تكرمهم. بس كده البر؟ لا، وتكون عادل كمان. عادل؟ نعم، لأن الله تعالى يحب المقسطين. وعلى فكرة مقسط من قصاط، قسطا لا قسطا، قسطا يعني زي ما قال سيدنا الشيخ كده، ايه ده الايه الحاجة اللي ربنا يحبها؟ العدل. اما ان فتحت القاف بقى وقسطا، نسأل الله العفو والعافية، هذا ما لا يحبه الله، ده الجور. شفت بقى انت الايات رايحة فين وجاية منين؟ ولسه في تكملة. بس اللي معاه النهاردة ايه؟ فهمت سيدنا ابتدى ازاي وقف ازاي، علشان لما تقرأ يبقى المعنى مستقر، ويبقى انت عندك كده ايه فهم بما تتلو من كتاب الله. طيب كده احنا فهمنا سيدنا لما بدأ وانتهى كيف وقف وكيف ابتدى مع الآيات. تعال بقى نشوف الأحكام التانية. يبقى كده رقم واحد بعد الاستعادة اللي خدناها، اتنين خدنا لمحة من الوقف والابتداء سريعا من خلال ما ايه اللي قرأه سيدنا. انما لو انا بقى ضعيف النفس خالص ومش قادر اقف هذه الوقوف، خلاص انت مضطر، لا اثم عليك ولا حرج. طيب فيه ايه تاني معايا؟ في معايا اشياء يجب ان ننتبه لها عمليا. تعال كده نسير مع الآية الاولى كلمة كلمة. يلا كده، عسى ده لما وقفت، فين حرف المد معايا؟ الألف في آخرها بس مرسوم ياء، صح كده؟ يبقى حرف المد إيه؟ الألف. حلو قوي كده. فين الحرف الممدود؟ السين، سين ألف سا، خلاص كده؟ يبقى عسى. لحد كده معايا؟ فهمني كويس كده؟ جميل. أنا عايزك بقى توصل كلمة عسى باللي بعديها. يلا، ها أنا سامع البعض بيقول عسى الله، ما أنا لسه قايل في حرف مد فهيبينه، وفي شايف ألف قدامه فهينطقه. لا، خلي بالك معايا، أنت لما هتوصل كلمة عسى باللي بعديها اسمع كويس كده، هتسمع مني العين، هتسمع مني السين، هتسمع بعد السين مباشرة لام مشددة. يعني الألف المدية اللي في آخر عسى لن تسمعها ولن تلفظ بها، والألف اللي سيادتك شايفها قبل لام لفظ الجلالة لن تراها في اللفظ. إزاي بقى؟ هكذا، ركز معايا كده، عسى الله، سل سل، عسى الله، خلاص كده؟ امشي معايا واحدة واحدة. جميل قوي كده، أدي اللام مشددة عشان ما حدش يقول عسى الله، الله بقت لام خفيفة، لكن أنا عندي في شدة، عسى الله. لاحظ صوت اللام كده، لا ما أقولش لا، ليه؟ أصل لام لفظ الجلالة بالذات لها حكم خاص. فخلي بالك معايا وانت بتسمع، أنا كمرشد لك حينما تسمع سيدنا كده بيقرأها بكل سلاسة: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. كل الأحكام دي أنت سمعتها مترجمة عمليا، أنا بحاول أنبهك أقول لك خلي بالك إن هذه الأشياء وأنت بتقرأ عمليا، خلاص؟ طيب، عسى الله أن يجعل، طبعا ده وقف للتعليم، لكن هو مش وقف أصلا على فكرة. تعالى كده خد لفظ الجلالة بعد ما خدت اللام المشددة وأنا بقرأ كده بقول إيه؟ عسى الله أن، تاني عشان مش واخد بالي، حاضر، عسى الله أن، في عندك حرف مد بالألف وفي عندك ممدود بالألف، فين حرف المد؟ ها؟ مش موجود، مش مكتوب، لكن فين حرف الممدود؟ اللام اللي قبل إيه؟ اللي قبل الهاء، فين الكلام ده؟ لفظ الجلالة عندك.
ايوه انتبهت لي؟ ايوه كده. يبقى انت عندك حرف مد ملفوظ غير مكتوب، خلي بالك منه، ادي له حقه. مش زي عسى اللي حذف، عسى الله ان، بس ما تزودهاش قوي، سامعها مني كويس، عسى الله ان. يبقى المد طبيعي والهاء تبينها. طيب الالف ولا همزه؟ لا الهمزه ممكن والالف ممكن. من كلمه ايه؟ من كلمه ان. هكذا عسى الله ان، ده لو وقفت او وقفت او وقفتي اضطرارا. اوعى تقول ان وتغن. امتى هتيجي الغنه؟ لما تصل بالكلمه اللي بعديها. ايه اللي هيحصل؟ هحول نون دي لياء وهدخلهم الاثنين في بعض. الكلام ده فين؟ في اللفظ. أن يجعل، سمعت؟ أن يجعل على بعضها الجملة، عسى الله أن يجعل. لاحظ إن الهمزة معايا مرققة أهو، مفيش حرف مفخم معايا غير فات إيه؟ اللم، اللفظ الجلال، أوعى تنسى. امشي معايا واحدة واحدة. أن يجعل بينكم، سمعت الجيم كيف تنطق؟ أن يج أن يج يجع يجعل. دي اللام لما أجي أوصلها هتلاقي عليها فتحة عشان ما تتلخبطش وتقول أن يجعل بينكم فتسكنها غصب عنك. لا أنا لما سكنتها لما وقفت عشان وقفت، فبخاف من دي فبعمل إيه؟ فبقول أن يجعل وأقف بالحركة عشان ما تقفش أنت بالحركة. ده أنا ببين لك إن الكلمة عند وصلها محركة. خلاص؟ جميل قوي كده. أن يجعل بينكم. اوعى بقى تبالغ في الياء وتيجي منك مشددة. فين ديت؟ بي وتعمل كده. لا هي بينكم، ياء ساكنة مخففة وليست مشددة. بينكم و الكاف معايا ملاحظها؟ بينكم، اوعى تيجي قاف. بينكم اخرها ميم. سامع الميم؟ عشان البعض بينسى ويقرأ ازاي؟ بينكم وبيغن فيها غنة واضحة. لا الميم الساكنة ليس فيها غنة ظاهرة. طبعا اهل التخصص يقول الغنة صفة لازمة. نعم انا دلوقتي بتكلم مع من يقرأ ليعلم اماكن الغن فين والمد فين ومش هيغن فين ومش هيمد فين. يبقى انا كده ماشي مع المستوى ده. عسى الله أن يجعل بينكم. يبقى حتى الآن عندي غنة واحدة. فين؟ عند وصل أن بيجعل. أن يجعل بينكم و. دايما بقى كده الميم الساكنة لما يجي بعديها واو انتبه ليها عشان لسانك هيسبق للأخف. إيه الأخف؟ أن يجعل بينكم وبين. إيه اللي حصل؟ إخفاء. ليه؟ أصل الاتنين مخرج واحد، الميم من الشفتين، الواو من الشفتين، فانت احترس بقى من ده. عشان كده لما اسمع سيدنا او شيخنا يقول لي واحذر لدى واو وفى ان تختفي، اي الميم، للقرب مع الفاء والاتحاد مع الواو. ام او الاتنين منين؟ من الشفتين. اذا اتحاد المخرج قد يؤدي الى ذهاب الحرف، وده لا يصح رواية. وإن كان في القاعدة من الأسباب إدغام تماثل تقارب، لكن القاعدة تتبع الرواية مش الرواية اللي بتتبع القاعدة، خلي بالك. ماشي كده؟ طيب بينكم وبين الذين، وبين الذين أنا معايا اللام ومعايا همز وصل، وخلي بالك إن اللام أدغمت في اللام وأنطق بلام مشددة، بس اوعى تقولها زي اللام المشددة في لفظ الجلالة. اوعى تقول بين الله، ده مش لفظ الجلالة. بين الذين، لاحظ يجعل بين اللا، شوف يجعل. أنا بعيد لك يجعل ليه وبعيد لك الذين ليه؟ عشان تسمع الفرق بين اللام المحركة واللام المشددة. يجعل الذين، سامع؟ اوعى تقول الذين،
تبقى زي يجعل، او تقول يجعل وتقول الذين وتعكس. لا لا لا، خلي بالك من صوت الحرف اذا شدد، وبين الحرف اذا كان محركا، وبين الذين الذال طرف اللسان اوعى تنسى. شوف بقى كده، الذال بعدها حرف الياء، حرف الياء اللي جاي بعد الذال ده، ها ده حرف مد طبيعي، في تشكيل عليه؟ مفيش تشكيل عليه. فين الحرف الممدود؟ الذال ممدودة بالياء. وبين الذين، وبين الذين عاديتم. خلي بالك من حرف البدء، وخلي بالك من الممدود اللي قبليه مباشرة هو الحرف الممدود، يعني العين ممدودة بالألف. خلي بالك، عاديتم لما وقفت الميم واضحة هي باينة، صح كده؟ جميل قوي كده. تعالى اوصلها باللي بعديها، وخلي بالك بقى من الوصل في هذه الكلمة بما بعدها جيدا. عاديتم، يبقى الغنة هنا جاءت عند وصل عاديتم بمين منهم. ليه بقول لك كده؟ علشان ما تجيش تقول عاديتم منهم، لسه في البعض بيلتبس عليه مكان الغنة فين. لا، مكان الغنة في هذه الكلمة عند وصلها بما بعدها، وهتجد الغنة في الميم الثانية لا في الميم الأولى. النطق ازاي يكون؟ عاديتم منهم، تاني كده، عاديتم منهم. طيب، منهم مودة، يبقى كده أصبح عندي في كلمة منهم في أولها غنة عند وصلها بما قبل، وفي آخرها غنة عند وصلها بما بعد، والسبب في الأول والثاني هو التماثل. ميم أخت ميم، ده بالضبط زي ده، بس الأول ميم ساكنة، الثاني ميم محركة. هنا بقى الغنة واضحة بينة قوي في أقوى مراتبها. بص كده، عاديتم منهم مودة. شوف الحرف اللي جه بعد كده، بعد مود الدال مشددة، لكن اوعى حد ينطق بقى مود ويتكع الدال كده قوي ويخرجها عن كونها دال، او يقلبها الى تاء، او يظن ان فيها غنة كالميم. لا 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 لا، الغنة معايا في الميم، في اول ميم منهم، وفي اخر ميم منهم، عند وصل كلمة منهم بما قبلها وبما بعدها. اوعى تجيب غنة في الوسط وتقول كده عاديتم منهم مودة، لا ما ينفعش، لان النون التي في الوسط ستكون واضحة بينة، لان بعدها الهاء من حروف الاظهار الحلقي. نسأل الله أن يديم بيننا وبينكم المودة، والحمد لله. آمين يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ على هذا الشرح الجميل. أعزائي المشاهدين، ما أجمل أن نفهم معاني القرآن والأحكام، فإن هذا يسهل لنا ولكم تلاوة وترتيل القرآن.